النهاردة نتكلم على آثار الجهل على طالب المدرسة وأنواع الجهل على الطالب، إيه آثارها وإيه أنواعها في عملية التعليم. وجينا نشوف آثار الجهل على طالب المدرسة. بيؤدي الجهل من المشاكل الخطيرة اللي تواجه الطالب والمجتمع، والتي تؤدي لحدوث أضرار كبيرة على الصعيد الشخصي والمجتمعي. وهناك مجموعة من الآثار التي تتجلى على أثر انتشارها، وتتمثل هذه الآثار من خلال ما يلي. بيؤدي إلى فقدان الجهل، بيؤدي لفقدان المعرفة والعلم للطالب، بما يؤثر في المستقبل على عدم الحصول على عمل، وبالذات في حال جهل بأخلاقيات الوظيفة. إن الجهل الطالب بالأمور السلامة قد تؤثر بإحداث أضرار على نفسه وعلى من حوله، ويقود الطالب إلى إحداث مشاكل وتصرفات بسلوكيات غير إيجابية. ويعتبر الجهل من الأمور الخطرة غير إيجابية على حياة الطالب ومع علاقاته الاجتماعية. وعدم امتلاك الطالب القدرة على التمييز بين الأمور والسلوكيات السليمة والخاطئة. والجهل من الأسباب الأكثر انتشارا التي تؤدي إلى الأوضاع الاقتصادية للطالب والمجتمع، تكون أوضاع مش كويسة. طيب لو جينا نشوف أنواع الجهل، ما هي أنواع الجهل على الطالب في عملية التعليم؟ هناك مجموعة متعددة ومتنوعة لأنواع الجهل، وتتمثل هذه الأنواع من خلال إنه هو بيكون بسيط، ويقصد بإنه فهم الطالب لأمر أو مسألة ما من غير الأمام أو إحاطة بشكل كامل. ممكن يكون جهل كامل، ويقصد بإنه هو جهل بالعلم بالمسألة. وممكن يكون جهل مركب، وهو من أرضى أنواع الجهل، يقصد به الاعتقاد الحازم الذي لا يتفق مع الحقائق، وهو أيضا عبارة عن سلوك ما اللي لا يسلم بجهله. يعني ممكن مشكلة الواحد بيبقى جاهل ومش معترف انه جاهل. مع السلامة.